اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واكتب لنا فيها عظيم المثوبة والأجر، وامحو عنا كل ذنب ووزر. اللهم إنك وصفت ليلة القدر بالسلام، وأنت السلام، ومنك السلام، فارزقنا اللهم وأمتنا ووطننا وبلادنا وبلاد المسلمين السلام، وعم بالسلام جميع الأنام ويا رب العالمين. اللهم إنك تتفضل على عبادك في هذه الليالي المباركة، وتتفضل عليهم حين يبقى ثلث الليل الآخر، فتتنزل نزولا يليق بجلالك وعظمتك إلى سماء الدنيا، فتقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، ونسألك اللهم فأعطنا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت وأنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها، نورها، رزقها، بركتها، سلامتها، وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لنا في هذه الليلة، واستجب لنا في هذه الليلة. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم وفقنا في هذه الليلة لدعاء لا يرد، وافتح لنا إلى الجنان أبوابا لا تسد يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام.